اساسيات صيف 2022 من موضه وشعر وميك اب. دي تاني مره في حياتي بس البس عدسات وحاسه شكلي غريب بيها. قولوا لي ايه رايكم؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. احلى كومنتس على الفيديو اللي فات، وانتوا كمان اكيد تقدروا تكتبوا كومنتس تحت الفيديو ده عشان يطلع في اول فيديو الجاي. مش محتاجه افكركم ان احنا عندنا جيف اواي ان شاء الله اول ما نبقى 200,000. اوكي، في رقم 2 كتير قوي. تاني مره البس عدسات واحنا في 2022 هنوصل 200,000 ان شاء الله. في سر في رقم 2 في الفيديو ده. المهم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وكمان سبسكرايب علشان نوصل 200,000 واعمل لكم الجيف اواي. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاع النهارده. واول حاجه لازم اقولها زي كل فيديو، انت حلوه زي ما انت، مشيتي على الموضه او لا، ايا كان الستايل اللي انت بتحبي تلبسيه، ايا كان اللي انت بتحبي تعمليه في شعرك في حجابك، ايا كان انت حلوه زي ما انت. موضه والترند والحاجات دي بس حاجات فور فان يعني كده، ونغير او انت مش حابه تغيري عادي جدا، ما تحسيش ان انت يعني ويرد وسط العالم، انت حلوه بطبيعتك. وطبعا طبعا في الحر ده ما تنسوش تشربوا ميه كتير عشان ده مفيد لصحتكم ولشعركم ولبشرتكم وللحر ولكل حاجه. اشربوا ميه كتير. انتوا كل ده كنتوا سامعين صوت التكييف، انا اسفه. هولع دلوقتي من الحر عشان انتوا تسمعوا الصوت كويس، بس فداكوا فداكوا. خلينا نبتدي اول حاجه هي بالعنايه بالجسم والبشره في الصيف. واول حاجه اكيد 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 ما تنسوش تحطوا ديودرنت في الصيف. المفروض نحط صيف وشتاء، بس في الصيف العرق بيبقى اكتر عشان الجو حر. انا انصحكم بالاثنين دول جدا عشان الاثنين دول حلوين والاثنين دول ديودرنت. وتخلوا بالكم ان انتوا تجيبوا حاجات مكتوب عليها ديودرنت مش مكتوب عليها مضاد للتعرق. الديودرنت بيخليكي حتى لو عرقتي العرق ما يبقاش ريحته وحشه، لكن اللي ضد التعرق هو اصلا بيخليكي ما تعرقيش خالص، فهو غلط على الصحه. هتلاقوا بقى الاثنين دول في كل حاجه، في السبراي في الرول في الستيك. فانا مستمره على الاثنين دول وبحبهم جدا. لو انا عارفه ان انا نازله بالليل مثلا او الدنيا مش حر قوي هحط بتاعت بيزلاين، ولو انا رايحه الجيم مثلا او اليوم حر قوي هحط الستيك دي اللي هي بتاعت اولد سبايس. الاثنين حلوين ومش بيسمروا وريحتهم حلوه، الفرق بس ان يمكن الستيك اقوى شويه من الرول بتاعت بيزلاين. وبما ان احنا في الصيف فاحنا بنبقى فاكرين ان احنا كل ما نرش برفيومز اكتر كل ما ريحتنا هتبقى احلى. لا لا لا، بالعكس، حاولوا في الصيف ترشوا حاجات اخف شويه زي البودي سبلاش او البودي ميست، لان دول اخف حتى على الهدوم. يعني دول المفروض بيترشوا على الجسم بس ممكن ترشوهم على الهدوم كمان بدل البرفيوم، لانه بيبقى تقيل قوي على الصيف. واخر شيء اساسي هكلمكم عنه في العنايه بالبشره هو الصن بلوك. اهو ده بقى اساسي من هنا للسما. في الصيف طول ما انت في الصيف بالنهار حطي صن بلوك على بشرتك. الصن بلوك مش بس عشان الاسمرار، لا هو كمان بيحمي الحبوب ان هي تلتهب لو عندك حبوب او يطلع لك حبوب جديده، بيحافظ على ملمس البشره، وكمان بيأخر ظهور التجاعيد لان الشمس اكتر حاجه بتطلع تجاعيد. وعلى فكره في منتجات اصلا للتسمير، بس احنا مش بنسمر من الشمس، احنا بنتحرق من الشمس حرفيا. وبما ان المنتجات بقت غاليه قوي زي لروش بوزي وافين والكلام ده، بقى في بديل اللي هو الصن بلوك الكوري. بما ان الصن بلوك الكوري بقى عليه كلام كتير قوي فانا جبته وجربته. على فكره هو مفيش فرق كبير قوي ما بينه وما بين فيشي والكلام ده، عادي شبه. بس الفكره ان هو يمكن بيزيد شويه او دهني شويه عنهم. يعني الماركات دي لما بتعمل صن بلوك للبشره الدهنيه او المختلطه بيبقى مات وملمسه خفيف على البشره. يمكن بس الانواع الكوري دي اتقل شويه، بس هي كمان بتحمي من الشمس كويس. يعني انا حطيتها ونزلت وما اسمرتش خالص، ولا بشرتي اسمرت ولا الشمس حرقتني مثلا بشرتي بتحسس من الشمس، وما حصليش اي حاجه الحمد لله. وسعره اقل من نص الاسعار بتاعت لروش وفيشي والكلام ده. يعني ده انا جبته ب 160 جنيه وهم هتلاقيهم كلهم في حدود ال 120 150. الانواع اللي هي الكوري اللي هي البسيطه مش الغاليه قوي، اكيد في انواع كوري غاليه بس اللي مشهوره دلوقتي في مصر هتلاقيها في حدود 150 جنيه. الحاجات بتاعت فيشي ولروش وكده بقت ب 400 جنيه وانت طالعه بقى في الصن بلوك، فالفرق السعر كبير ما بينهم، ده تقريبا اقل من النص بكتير. لو انت مش عايزه تدفعي فلوس كتير على الصن بلوك تقدري تجيبي صن بلوك كوري. مش محتاجه افكركم تشربوا ميه كتير. لا لا، وقفي الفيديو وروحي هاتي ميه اشربي، الصحه اهم من الفيديو. تاني حاجة هكلمكم عنها هي الميك اب. الموضة في الميك اب السنة دي انه يبقى جلوي وخفيف
وطبيعي وجلوسي، يعني الحاجات اللي بتلمع وحتى اللي طالع موضة في الشفايف الجلوس. فتعالوا نعمل ميك اب سريع كده للصيف. في الميك اب تركزي على ثلاث حاجات: المنتجات تكون قليلة وكريمي كلها وليكويد، ما تحطيش حاجات باودر كتير، وكمان تبقى جلوسي وفيها لمعة. فأنا ولا هحط برايمر ولا فاونديشن، هبتدي على طول بالكونسيلر من جوفيس بليس رقم 18. هحط بس في الأماكن اللي محتاجة تغطية، يعني مثلا عند عيني عندي هالات، هنا مثلا عندي حباية، وهنا كمان، وحوالين شفايفي. وهبتدي بقى أدمج. بس أنا بس هبص في المراية عشان أشوف، كمان هحطه فوق العين كده بشكل خفيف باللي اتبقى على البيوتي بلندر، وهمشي بقى على كل وشي في الاخر كده عشان ما يبقاش في حته فيها لون وحته لا. وهنستعمل بقى الهايلايت والكونتور والبرونزر والبلاشر وكل الكلام ده كريمي او ليكويد. فانا هاخد الكونتور ستيك ده من فلورمار، وهعمل بس حاجه بسيطه جدا جدا، ما تكتريش كونتور، ممكن هنا وهنا كمان. وبنفس البيوتي بلندر هبتدي ادمج الكونتور. كونتور من فلورمار رقمه 03، وكمان هستعمل البلاشر ستيك من جولدن روز رقمه 110. الاول بقى احط البلاشر كده على البيوتي بلندر، وبعدين هبتدي احط على الخد. شايفين لونه حلو ازاي؟ بحب لونه قوي. ممكن نحط شويه بلاشر على النوز كده، وانا بقى بحب الحركه دي جدا، باخد البلاشر على ايدي الكريمي واحطه فوق عيني كاي شادو. حتى الاي شادو والحاجات دي حاولي ان هي تخليها كريمي. وبعدين هاخد الهايلايت من ايسنس ده ليكويد. اقول لكم طريقه استعمال حلوه ليه: انت ترجيه الاول وتاخدي منه نقطه هنا على ايدك، هنا كده في المكان ده، وتدمجيه على ايدك في المكان ده لحد ما تحسي ان هو نشف شويه، ما بقاش زي الميه. وبعدين تاخدي اللي في صوابعك بقى وتبتدي تحطيه في المكان ده، عمره ما هيبقع ولا هيبان شكله وحش. شايفين شكله حلو ازاي؟ الحاجه الوحيده للبودر هستعملها هي من ايسنس علشان بس اثبت تحت عيني. دي بودر كومباكت شفافه ملهاش لون، هتاكد بس ان تحت عيني مدموج كويس الكونسيلر. بعدين هاخد منها برضو بالبيوتي بلندر واتاكد ان الكونسيلر يثبت تحت عيني، بس دي الحاجه الوحيده اللي هثبتها. وعشان حواجبي هاخد الماسكاره دي، وطالع موضه ان الحواجب تكون تخينه مش رفيعه خالص. انا كده كده مش بغير في شكل حواجبي، انا بس بثبتهم علشان الشعر طويل زي ما قلتلكوا قبل كده. خدوه من الموضه اللي يناسبكم او اللي يليق عليكم او اللي انتوا حابينه. يعني الاي شادو هستعمل كمان اي شادو ليكويد من كاتريس، ده رقم 10، واحطه فوق البلاشر الكريمي اللي انا حطيته. بصوا بس نقطه كده في النص، يعني مش هحط كتير، وكمان هدمجه بصباعي في النص بس عشان يبقى فيه لمعه. وهحط الماسكارا من ايسنس. وانا عن نفسي بحب احط كوت واحد بس كتير، يعني مش كوت خفيف، ومش بحب احط على الرموش اللي تحت، بحط على اللي فوق بس. واخر حاجه هي الجلوس. تقدروا بقى تستعملوا اي جلوس انتوا تحبوه، ممكن بتاع كيكو، ممكن حاجه تبقى جلوس بس زي بتاع ميبلين الجديد ده، حلو جدا وقريب جدا من بتاع فانتي. هحدد بس شفايفي الاول عشان يبقى ليها لون. انا كده حددت شفايفي بلون نوت شويه، وايه هحط بقى الجلوس على كل شفايفي. شايفين بيلمع ازاي؟ الدرجه دي رقم 7. وبكده نكون خلصنا الميك اب. الموضه في الشعر السنه دي انه يكون كيرلي، وانا شعري يعني مش هيبقى كيرلي قوي كده لان انا شعري ناعم فهيفرد، فانا عملته ويفي كده. وكمان الموضه ان انتوا تعملوا تسريحات غريبه، فان طالع ان الشعر يبقى مرفوع او التسريحات اللي انتوا عاملينها تكون مرفوعه شويه. فانا هحاول دلوقتي اعمل حاجه تتناسب مع طول شعري. وكمان طالع موضه الضفاير، ان انتوا تعملوا ضفاير في شعركم، مش لازم شعركم كله، ممكن تعملوا كام واحده زي ما انا هعمل دلوقتي. تعالوا نجرب كده ان انا بس اسيب القصه القصيره دي قدام، وهاخد كل الشعر لورا، وهجيب السكرانش دي من بليس، نوع حلو جدا وساتان فمش هتاذي الشعر. شايفين هي دي، وفي منها الوان كمان. هحاول بقى ارفع شعري كله في بنوتيل عاليه. انا هجيب شعري على قدام لان مش عارفه اعملها وانا واقفه كده. مش لازم يكون مرتب قوي، يعني هو الموضه ان هي تكون التسريحات شويه ملخبطه كده او ماسي زي ما بيقولوا. وهلف بقى في التوكه، بعد بقى ما اربطه هعمل الحركه دي، اشده كده. طبعا انا منكوشه دلوقتي، ما تاخدوش في بالكم. المهم ان انا هقعد اعمل كده عشان اعمل فوليوم في الشعر ويطلع على قدام. ممكن بقى تعملوا ايه؟ ممكن تاخدوا جزء كده
وتعملوه ضفيرة. خصلة كده عبارة عن ضفيرة رفيعة، هجيبوا التوك اللي هي الاستك الصغيرة قوي دي وتربطوها. ممكن تعملوا واحدة اتنين او كذا واحدة. بصوا، ولما تجيبوا شعركم على قدام كده هي هتبقى مع الشعر. المهم زي ما قلت لكم ان الموضوع يكون غير مرتب. ودلوقتي هننتقل لللبس. والموضة الصيف ده في اللبس اكتر حاجة ملونة في الحياة عندك البسيها. هم اربع الوان طالعين موضة قوي بالدرجة دي بالذات، يعني الدرجة اللي هي الواضحة الصريحة، اللون اللي هو البينك الفوشيا، واللون الاخضر الصريح، واللون الازرق، واللون الاورنج. الاربع درجات دول موضة جدا وهتلاقوهم كتير جدا. انا هوريكم كام اوتفيت كده سريع، وقولولي لو انتوا حابين ان انا اعمل لكم فيديو كامل عن اللبس والديتيلز بقى وكل حاجة منين. بس هي الموضة السنه دي الالوان الكتير، وبالذات الفوشيا والاخضر على بعض طالعين موضه، ان انتوا تلبسوا اللون الاخضر والفوشيا الصريحين دول على بعض، او الاخضر والاورنج، او الاورنج والفوشيا. يعني دي تنسيقات مشهوره شفتها كتير قوي. والقماشات اكتر حاجه طالعه الحرير والستان، الحاجات اللي هي الفلافي اللي الهوا بيطيرها دي. وانا الصراحه حابه الموضه دي جدا، انا بحب الالوان قوي وبحب البس الوان كتير، عشان كده يمكن بحب لبس الصيف اكتر من الشتاء. فالموضه السنه دي في اللبس على مزاجي قوي. وبس كده يكون الفيديو بتاع النهاردة خلص. يا رب يكون عجبكم، وقولوا لي حابين تشوفوا فيديوهات ايه تاني، وان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.